سفية حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني ما عرفتش تعمل حاجه في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه، يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه يا اخي؟ اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل، المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبة سودة، يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانة سكان بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحية. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوة دي. طب بصوا يا رجالة، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا احنا مش زيهم، احنا ما بنقابلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تأمرونا بايه؟ نعمل ايه؟ بصوا، انكم تصدروهم لمكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في القهوه بقى يا دوله، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميه مغليه في وشوشهم. يا غبي، هتجيب ميه مغليه منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربه في رصاصه مثلا في صدرك ولا حاجه، هتقعد تسحف لسه للغلايه يا هبل. انا ما اقومش لحد يا دوله، انا الواحد الشاي اللي انا هطلبه يجي لي القهوه. اسكت، وطي صوتك، انت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم حضرتك، اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفلت بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، بعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك، ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو عشان تيجوا عليه على طول. إيه ده؟ واضح إن حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا إنك ما تسيبش أي أثر وراك. عارف، انت عارف يا دولا، انا احسن منه على فكرة. انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبورة بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيلة نادرة، احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة. ده يالا يخرب بيتك، هتشتغل معزة في المخابرات يالا. بس خلي بالك بقى، ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لان برضو سيادة اللواء صلاح ذو الفقار بيحب يقيل ساعة الظهرية هو والنقيب اشرف زكي. بكرة الساعة 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة، بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05. أكيد بقى بما إن انتوا دقاء قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا. ستلدهش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمون عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 ملي، خلي بالك منه، ده عهدة. عيب، ده احنا نزودهولك يا اسطى. اطمن، مفهوش ذخيرة، ذخيرة شحة، التجار خافينها من السوق سعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب، يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظة نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبة يا ابني؟ وبعدين ما انت فكتها من الكيس بتاعها، محدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان. رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تستطع سفير، ده انت طالع على عصابة، وعصابة جامدة جدا يلا. ماشي يا دولة، طب هنعمل ايه طيب؟ بص مسألة بسيطة خالص، هنعمل لك بروفة دلوقتي. انا دلوقتي كأن انا البوليس وانت العصابة. انا العصابة لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابة، والعصابة غايبة النهاردة، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم، ولو كرروها هبلغ عنه. ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس، هتجري، هقوم مشنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، هقوم انا بقى ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس وقتلك على طول. اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، قتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا بوليس.
العصابة غايبة، فوت علينا بكرة. علينا بكرة ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس المسدس وقع. اقتلني بقى اقتلني. سنة سنة قوم بسرعة يالا، العصابة وصلت بسرعة يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاتنين خلي المسدس معاك. داري 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 ها خبيه، انا اروح افتح. ماشي بسرعة دولة. احنا جينا. اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس والنبي عشان ما شهر. اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا ويلي وتوترنا يعني. الجرس. مش عاوزين زباله؟ لا شكرا ما عندناش، مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم. Thank you.